السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في هذه الصفحه. باش نخدموا هذه الورده غادي نعطيكم الطريقه، جد سهله. اول حاجه كنحتاجوا باترون قطعه هادو، ثلاثه ديال القطع اللي عندنا. الكبيره العرض ديالها 18 سنتيم والطول ديالها 15، اللي تبعها العرض ديالها 16 سنتيم والطول ديالها 12، اللي صغيره العرض ديالها 15 والطول ديالها 10 سنتيم. كل قطعه كنحتاجوا منها 4 ديال القطعات، كنرسموهم بهذا الشكل. هذا طريقه سهله. غادي ندوزو دابا نخيطوهم. كنستمروا في الخياطه حتى كنكملوا هاد الدورات هادو كاملين بهذا الشكل. هذا هنا 4 د القطعات كيف ذكرت لكم. وهنا كذلك 4 قطع، والصغيره حتى هي كنحتاجوا فيها 4 د القطعات. من بعد كناخذوا القطعه الكبيره وكنبداو نجمعوا بالخيط. اول حاجه غادي نديروها هي نقلبوا هاد القطعات كاملين، وكنحاولوا نثبتوهم بالمكواس، يعني نحددوهم باش كيكون الشكل ديالهم كيكون جميل. ندوزو دابا كنكبروا الغرزه نمره 5. غادي نستمروا كنخيطوهم كاملين، يعني من القياس الكبير اللي تابعوه متوسط والقطعه الصغيره نفس الطريقه كنخيطوهم. بعد غادي نجبدوا الخيط بهذا الشكل. هذا ودابا غادي نبداو نجبدو نجمعوهم، القطعه الاولى القطعه الثانيه الثالثه. كنثبتوهم بواحد الدبوس او ابره صغيره ولا على حسب، ثلاثه ونزيدو القطعه الرابعه بهذا الشكل. هذا ونمشيو للماكينه كنثبتوهم بالماكينه. غادي نخيطو هاد الدائره في الوسط كذلك بالنسبه للقطعه المتوسطه 4 قطع، والقطعه الصغيره حتى هي 4 د القطعات. دابا كنخيطوهم في الوسط كنثبتوهم. كيجي الشكل ديالهم رائع في فساتين سواء كانوا ديال الكبار او ديال الصغار. حطينا القطعه الكبيره فوق منها القطعه المتوسطه ونجيبوا القطعه الصغيره. صافي كنحاولوا نثبتوهم بالابره والخيط باليد. ثبتنا القطعه الاولى فوق من هذيك المتوسطه، دابا كنجيبو الصغيره. صافي كنحاولوا معها حتى كنكملوا الخياطه، كنجمعوها بالخياطه. كنجيبو وحده بهذا الشكل هذا كندوروها باش نغلقوا هذيك الدائره اللي في الوسط. شوفوا معايا الطريقه بالنسبه لهذا القياس، يعني المقاس ديال هذيك القطعه الصغيره. وغادي نجمعوها بالابره والخيط بهذا الشكل، وكندخلوها في هذيك الدائره اللي بقات في الوسط باش ما تبقاش باين داك العيب وسط ديك الورده. بهذا الشكل هذا كندخلوها في الوسط ديال هاد الدائره. ممكن تزينوها بحجيرات يعني العقيق. صافي غادي نستمروا حتى كنثبتوا هاد الورده، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله تدعموني بلايكات هكذا كتشجعوني نزيد نحط لكم مقاطع. والسلام عليكم.